السلام عليكم شريفات فنات الغزالة، تحياتي. نتمنى دائما تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. نقول لكم دائما شكرا بزاف على حسن المتابعه وعلى الكلمات الغزاله الفنه، تقولوها دائما في حقي. اللهم تعالى ربي يحفظكم ويجيكم، وتحياتي لكم. اليوم باذن الله شكرا لكم واحد الشكل تيجي غزال غزال بزاف، سهل في التحضير، مكوناته بسيطه بزاف. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم، واكيد يعجبكم. نظرته جميله ومذاقه هائل. ها انتم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير مع المكونات، وتحياتي لكم. بالنسبه للمكونات ديال الصاب اللي نديرو على شكل شهدة، عندي 250 غرام ديال الزبده، ودائما الزبده من النوع الجيد وتعطي واحد المذاق لذيذ وزوين. عندي كاس ديال السكر كلاصي، وهو الصاب اللي تنديروا فيه جوج كيسان، ولكن بحكم انني نفند في سنيده دايره غير كاس. كاس ديال الزيت، جوج بيضات كاملين، خماره واحده، وعندي هنايا جوج معالق حتى ثلاثه معالق ديال اللوز غبره، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الفلون، وعندي رشه ملح. الطحين تيبقى دائما حسب الخليط. وبالنسبه للسنيده غادي نفند فيها هذا الشكل اللي نخدم به باذن الله، وتحياتي لكم. نزود طريقه التحضير. تندير الزبده هي الاولى مباشره، تزيد عليها السكر كلاصي، تنخدم هاد المكونات مزيان. نزيد البيض هاكي فقيه بالي هاكي فقيه، نزيد البيض، جوج بيضات، نزيد الزيت، رشيت هاد الملحة. هاد الكاطو ساهل وتيجي مذاق هائل. رشيت هاد الملحة، غادي ندير هاد المذاق الفلون، ونزيد اللوز، ونزيد هاد الخمارة. كي قلت لكم ساهل ودغيا يعني سريع التحضير، وحتى المواد ديالو رخيصه، تينزل واحد الكميه كثيره. تنخدم المكونات مع بعضياتها مزيان حتى العناصر كلها تندمج مع بعضها، وعادي نكلي نزيد الطحين، تبقى دائما حسب الخليط. كي قلت لكم ندير الطحين شويه بشويه حسب الخليط، ودائما غير بالاصابع فقط باش تجي مرمله وزوينه في الشكل ديالها. الشيفات الفنات الغزالات الدياولين، بعد ما جمعت العجينه كي تشوفوا بالطحين، الطحين كي قلت لكم حسب الخليط، قلت لكم غادي نوزن شحال ما دخلت لي ديال الطحين. نقول لكم هنا كانت عندي 750 غرام ديال الطحين، دخلت 700 غرام، بقات 50 غرام، اذا دخلت 700 غرام ديال الطحين. بالنسبه خاصها تجي خفيفه، ما تدخلوش ديك 50 غرام كامله ديال اللي بقات، خليوها باش تجي تكون العجينه خفيفه. ها انتم تشوفوا العجينه خفيفه مرمله غزاله. ودابا ما بقى لي غير نكورها كويرات، ونحطها في السكر سنيده. لحقاش هاد السكر سنيده خاصها غير للزين فقط، ومن الاحسن تكون هذه رقيقه. دابا ما بقى لي غير نكورها كويرات تكون متساويه ومتقاده. دائما الحجم ديال الكره تبقى الاختيار ديالكم. انا نديرها ما بين تقريبا هكا 15 16 غرام، وديروا الميزان بغيتوا توزنوا بالميزان. بالنسبه ليا انا تنبلا عيني ميزاني تتكون باينه، واحد تيكون موالف تيخدم هذا الشيء تيكون دائما قياسه في يدو في عينيه.
صافي غادي نكور قياساس ديالي كاملين. نصوب لكم النموذج باش عاد نكمل الباقي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. كي قلت لكم انني تنكورها في سكر سنيده ونزلها شكل سهل ديال يوميان، سهل واقتصادي في نفس الوقت. تنكورها في سنيده ونحطها هكا. انا قلت لكم سنيده رقيقه باش ما تتهش، لحقاش كانت السنيده الغليظه تتهز السكر بزاف، هذا الرقيقه لا، تجي غير واحد لاكوش رقيقه، وبحكم اننا ما درتلهاش السكر بزاف. وتنرشمها بهذا المريشم غزال، تتجي هكا مشبكه، ما تبركوش بزاف، ما تبركوش عليها بزاف، ضغطوا غير شويه. بالنسبه لخدمتها راه ساهله، انا تنكور كلشي بدقه واحده ونفندها ونزلها هكا كويرات، وعاد ندير لها الزخرفات ديالها بهذا الطابع. كي تشوفوا تبقى مستمره بنفس العمليه حتى تنكمل القياس اللي عندي كامل، وصافي تندخلها الفران تقريبا ديك 12 دقيقه ديال الطياب ديالها. ما تطيبش بزاف يعني، ما تاخذش واحد المده الطياب بزاف بحال الصابلي. صافي باش نخرجها عاد نزينها نتوما معايا على ما توجد. تحياتي لكم. دابا كملت ان شاء الله ندخلهم للفران كي قلت لكم يطيبوا على نار مهيله، وها نتوما معايا على ما يوجدوا ان شاء الله. شريفات الغزالات من بعد ما طاب الصابلي كي شاهدتوه معايا تيجي غزال غزال بزاف واقتصادي وسهل التحضير. ذوبت الشكلاط الابيض العادي، والزواق تيبقى دائما الاختيار ديالكم. اللي بغى يدير شي حاجه وكانت عنده موفره له في الدار تيزوق بها، وممكن تحطو غير هكا بلاش، والله الا غزال شكل ومذاق. بالنسبه ندير غير النص ديال الشكلاط، ما نفندوش كامل، وانا في الدار والله القسم اللي بغاوه ليه هكا بلا شكلاط ولا حتى شي حاجه. ها نتوما تشوفوا تيجي شكل رائع وسهل في التحضير. ممكن اللي عمره ما دار الكاطو يشوف هاد لاغوسيط يطبقها، لذيذه وغزاله، ديال كل نهار هذا كاطو ديال كل نهار. حتى يشد راسو شويه عاد يمكن لكم تزوقوه. ضروري حيت نديرو الشكلاط خصنا نحولوه من قنت واحد اخر باش ما تيديرش ديك الدوره ديال الشكلاط، ديك الدوره ما تجيش باينه فيه، تيجي فيني زوين. وتنزوقو باش ما بغيتو. زوق تتبقى غير لمسة أخيرة وصافي، تنبقى مكملة نفس الطريقة، تنكمل العدد اللي عندي كامل، والزوق تيبقى تنأكد اختيار ديالكم باش ما بغيتو تصوبو تصوبو. غير دائما الشكلاط ملي تكونو تصوبو حاولوا ما أمكن باش متبقاش ديك الدورة دايرة فيه، حي يعني كيف فيش تراسو واحد الدقيقة ما كاملاش هزوه غيرو البلاصة. دابا غادي نولي نحط الكاطو في نفس البلاصه اللي درتو في الاول، باش دائما جهه تتكون نقيقيه وجهه تترون في الشكلاط. ها نتوما انت باش الكاطو كما كانت نوعيتو تيجي مفيني زوين، تجي شويه ديك الدوره حالتها. وتنقول لكم الله يحفظكم على التشجيعات ديالكم، ودائما تكبروا بيا الله تعالى ربي يحفظكم وينجيكم كاملين، والله يحفظكم الله تعالى ربي يحفظ الجميع. كي تشوفوا ها نتوما تيجي كاطو رقيقي مبهج غزال، حتى هاد الالوان عاوتاني جات فيها غزاله. هذا الشكلاط، شكلاط بالالوان، الالوان ديالو جات زاهيه زوينه. ونكمل ان شاء الله وندير لكم التقديم النهائي. والله يحفظكم.
شريفات الفنات الغزالات دياولي شكي لي شاهدتو معايا، هو شكل نهائي تبارك الله ما شاء الله، جا رائع شكل ومذاق اقتصادي في المصاريف ديالو، والشكل ديال كل نهار ديال الطبيله ديال كل نهار معكم وزداتي ديك الشيء. يا سلام وتحياتي لكم، نتمنى ان شاء الله باذن الله شكي لي يعجبكم وينال اعجابكم. تنقول لكم دائما شكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو باذن الله فيديو واحد اخر، تحياتي لكم. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.